مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة المحمدية عاصمة الزهور بالمملكة المغربية كنت بواحد المنزل دير واحد السيدة اللي قضات عشر سنوات في السجن في سنوات الوقت اللي كانت في سن الطيش كيف كتقول هي لكن دابا ما بغاش ترجع للحبس وكطلب من المسؤولين المركزيين ديال المديرية العامة للأمن الوطني والمسؤول الأول على النيابة العامة في المغرب السي النبوي وكذلك المسؤول الأول على الأمن في منطقة المحمدية باش يحميوها من واحد البزناز اللي كيهددها بأنه يرجع في أي لحظة للسجن كيف كتقول هي بمساعدة ديال هادشي كلشي من اجل انه يتسلم نفسها للاستغلال الجنسي يدير فيها ما او انها ترجع للحبس كيف كتقول السلام عليكم اختي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أخودي مرحبا اسمي ندير السلام عليكم انا كنيتني غزاري فاطمه الزهراء انا ما عمرني كنت نوصل بحال هكا او ندير بحال هكا انا كنحس براسي كيف ما كيكون كيف ما انا مغربيه انسانه مواطنه مغربيه جزائريه جزائريه كنت صغيره ما كنعرف حتى شي حاجه الطيش ديالي والعقل ديالي هربت لدارنا باقا صغيره مع جوج ديال الشباب داروا جريمه تحكمنا هما خداو 15 سنه وانا خديت 10 سنين في اكادير خرج من الحبس جيت عش مع دارنا سيمانه بس التالي الباب قال لي خرجي لي من داري ما نقبلش بوحده دوزات الحبس خرجي لي من داري غتشبهي لي ولادي ما لقيتش فين غنمشي انا نعم سيدي كملي اختي مهم خرج من الحبس من عشر سنوات كنت غنلقى الدفء والحنان في دارنا جلست سيمانه وحدنا النهار جايه لدارنا بوي سد عليا الباب كان صحابي كيضحك معايا الاب ديالي عاود حل لي الباب قال انا ما كاريش لك خرج عطيني التيساع ما نقبلش بوحده بحالك دارنا الناس متدينين با معروف هنا في البلاد في المحمديه انا غلطت فعلا خسرت وجهي وخسرت وجه عائلتي تعاطف معايا با من بعد تزوج طلقت ما صبرتش للراجل الاول في الاخر شنو وليت كندير با مرضاش بيا دابا 14 سنه ما كندخلش لدارنا خرجت كنبيع لحمي بالغالي وبالرخيص تلاقيت بنت داتني عند واحد انا ما كنعرفوش اشنو كيدير يعني بنت كتخرج كتقلب على راسها كتبيع اللحمه باش تخلص كره باش تاكل باش تعيش فعلا مشيت عنده تعرفت عليه عجبني عجبته كذب عليا ما قالش انا مزوج طولت مع العلاقه تقريبا 8 شهور عاد عرفته مزوج وليت في مكان كريكي يجي كيهددني كيفرقع عليا البيبان هادشي كاين بالشهود ماشي بالكتب. واحد الوقت جيت عش معاه كيمشي للحبس كنبقى انا اللي كان فورني عليه وكنصرف عليه كياكل كي ليا من لحمي من رزقي من كل شيء باش كان كنفورني عليه بالفلوس يعني كنخرج كنبيع لحمي كندير اي حاجه اي حاجه وليت كنديرها اه فعلا وليت كنبغي هاد السيد عنده زوج البنات واحد النهار صافي انا دوزت 10 سنين معاه ما دار معايا والو قلت لي انت كذبت عليا قلت مطلق مرتك دابا انت ما مطلقش مرتك كلش معاك في حروبات دارنا كيدوزو عليا تخيل باك كيدوز عليك وخشك امك وما لك كنحس ما نقولش لك كيفاش كنحس كنبكي في خاطري ما علينا بقيت معاه اخر مره تشد في الحبسه السيد هبطوا خوتو جراو عليا كنستاهل الشيء اللي طرا ليا اللي كنقول فيه خرج ساعدتني واحد البنت ما لقيتش خدمه خرجت بعت لحمي بالغالي وبالرخيص كريت وبقيت كنخرج كنبيع لحمي هاد السيد خرج من الحبس أسجب جاب النمره ديالي ما عرفتوش منين جابها بدا كيهدد فيا وصلنا للمخزن ها هو كلشي بقي عندي التسجيلات وعندي كلشي درت ليه تنازل قلت ود الناس بعد مني انا كنعيش يتيمه الحيين ملي كانت عندي 15 سنه ما كنعرفش امي وبا كنقولها غير الناس في الزنقه ما كنقولهاش الوالدية ما كنشوف لا امي لا امي لا با ماما لا تشوفني كتشوفني بالتخبيه وزدت كمل هو من عرف با قال لي صافي بس تبقاش تدخل عليا تزوج وطلقت وتزوج المره الثانيه في طريقه هو ودخلت الحبس في طريقه هو وخرج من الحبس ولقيتو كيتسناني وداني بقى كيوعدني بالزواج وما تزوجش بيا صافي تفارقنا كل واحد مشى بحالاته درت شكايه تفاهمنا كل واحد يمشي بحالاته بدا كيلوح ليا تصاوري تصاوري تهزو بدات بنتو سميتها بلا ما تقولي ديالها المهم البنت الاولى الصغيره ديالو جات عليها عليا هداتني هنايا هي تقول لي راه حنا اللي لك التصاور ديالك في الفيسبوك قلبي على راسك بالسميه والكنيه فعلا دخلت كنقلب كنتفاجا كنلقى راسي كاتبين عليا قزري فاطم الزهرة مدوزة عشر سنين ديال الحبس كاتبين عليا كلشي داكشي اللي دوزت وليحنوا لي في لاباج في الفيسبوك درت شكاية عند وكيل الملك مؤخرا هاي النمرة دابا باقي لحد الان شاعلة كتخدم من الليل, الليل وهو صيفط ليا تهديد ها هو باقي عندي قال لي ها هو ما صورتش في الاول والو علاش انا تكلخص درت ليه سنازول شديته بفيديو كيهددني لا ما ضربني ما والو عيط لي في التليفون يلا خرج عفو ملاكي قال لي احسن بلان غتمشي به يعني خليت بلان تمشي للحبس للحبس وانا دوس 10 سنين ديال الحبس بقى صغيره ما شفتش والو في الدنيا انا عيت بس كان غير في لحمي ما بقيتش قدرت انا كنمشي غير على جنب الحيط لا ما نقدرش ما نقدرش نرجع للحبس، سعيت كنخاف، ما عنديش اللي غيتبعني، غي ولو اللي عندي اللي تبعني ما نقدرش نرجع للحبس، وليت كنخاف بزاف، مؤخرا دابا أسبوع كيجوني تهديدات خايبين. شنو كيقول؟ كيصيفطوا لي تصاور بهضره خايبة غنديرو لك وغنلوحو لك وغنفعلو لك وغنتسركولك، فواحد النمرة، وهاي هاد النمرة هادو بنات وهاي النمرة كاينة، أنا بدون شعور حتى أنا تعصبت جبت شي تصاور ديال الناس وكسبس عليهم قلت لهم الا مشيتو سو هادشي في الفيسبوك كما كتقولوا حنا لك في الاول راه غنعاودو نديرو لك هادشي وغدا ان شاء الله غندير شكايه عند وكيل الملك حقاش باقا ما درتهاش اليوم كنت غنصاحر ما خفت من الله سبحانه وتعالى كان خاف من الله بارك لي يا عيس سأنا بنس أنا بغيت الشعب المغربي يتعاطف معايا أنا ما كان طلبش. انا كنطلب مساعده انا بنت غلطت في حياتي غلطت في والدي وفي حق نفسي كنطلب شي حد يساعدني انا غلطت بصح انا والله غلطت انا بغيت شي واحد يساعدني صحيح حتى واحد ما عليا في الباب انا عايشه بوحدي كاريه تخيل اول مره كنهضر وكنحس براسي بغيت نهضر تلاقيت مع ناس في قهوه شافوني كنبكي قالوا لي مالكي عاودت لهم هما اللي واقفين معايا دابا وعيطت لكم باش تعاونوني ما عرفتش من ندير ما عرفتش ما ندير الله يرحم الوالدين كطلب من السي الحموشي ومن سيدنا انا راه فاطمه الزهراء انا غلطت صاحب سمع بزناز وجلس سمع وتخليت على والدي وعلى حياتي وتزوجت 18 يوم ومشى راجل الحبس ورجعت ليا تحكى عليا تبلى لي تفلالي. انا غلطت غلطت دابا كيهددني هو وبناته اش بغيتوني ندير ما قادراش على الحبس الله يرحم الوالدين ما كيطبل عليا حتى واحد لدرجه بكي دوز عليا وكيلفت وجهه دابا كيساعدوني ناس ما فحالهمش وكيساعدوني انا طلبت الصحافه تساعدني انا باقا ما درتش الشكايه الثانيه غدا عاد غنديرها دابا صيفط لي صوره شديته بفيديو كيقول كي لي ما مشيتيش درتي التنازل وتقاولبتي دابا باش غنصيفطك وبنتو فط... بلا ما نسمي بنتو صغيره كتهددني معروفه بنتو اشنو كدير كتبيع القرقوبي كتقول لي غنصيفطك نحس بالقرقوبي عافاكم يعني شدات هي لي بلان عافاكم انا ما بغيت والو انا بصح غلطت انا فاطمه الزهراء غزاري غلطت غلطت في غلط. حق مي وبو في حق راسي ضيعت راسي وضيعت حياتي وضيعت كلشي وليت كنبيع لحمي بالغالي وبالرخيص راه ما كاينش شي واحد كيخرج وكيقول بحال هكا عباد الله معما <applause> ننتهرت راسي ندير هادشي انا تقهر شوية لدرجه ما بقى كيشوف فيا حتى شي واحد من عائلتي انا غلطت وهما بداو كيلوحو داك داكشي حتى انا جاوبتهم كيهدوني بولد عمهم معروف هنا في البلاد أتكر ما غنذكرش الاسم ديالو شنو <applause> عنده لي ريستورون عنده لي بار كيهدوني بيه كيقولوا لي غديري اي حاجه غنصيفطوك للحبس ما بغيتش نمشي للحبس ضرب عشر سنين وعاود صيفطوني للحبس ما تباني حتى واحد دابا شكون اللي غيتباني انا مشيت للحبس وبالعربيه انا راه تشرطت صعيب كنبيع لحمي ما نبيع لحمي دابا انا بناس فقراء بغاو يساعدوني قال فاطمه بعدي من هادشي ونساعدوك ولكن انا راه خايفه على راسي عرفتي هادشي اللي لاحوا عليا راه العذاب علاش مالي انا ماشي انسانه ماشي مغربيه ماشي مواطنه <applause> اه النداء الاخير النداء دي الاخير ديالي كنطلب السماحه من والديا وكنطلب من السي ومن سيدنا ومن السي النبوي وقف معايا ومن الناس ديال المحمديه دي المسؤولين وقفوا معايا راه انا انا ظلمت ام في نفس الوقت انا غلطت بزاف بغيتكم توقفوا معايا أنا ما كيشوف فيا حتى واحد وما كيدق في بابي حتى واحد ونزيدكم انا ما كنكذبش جيو سولوا عليا في المحمديه 15 سنه وانا كنتلاوح تشديت في الحبس ما مكملاش 17 سنه خرجت لا حنبا لا حول خوتي عائلتي ما عمر شي واحد تخيل العيد الكبير وانا ساده عليا بوحديتي حقاش انا عرفت واحد انسان بحال هكا دا درت فيه الثقه بصح بغيتو وعاشرته ولكن خداني يعني. في الاخر ولا كيلوح ليا تصاوري وكيتامر علي هو وبناته وغدا باغا ندير شكايه هذا ولكن مالك درت شكايه الاولى باغا ندير الثانيه ما كنطلب حتى حاجه وما كنطلبش كنطلب سا... كنطلب المخزن يوقف معايا الله يرحم ليكم الوالدين حسوا بي راه عييت راه تعذبت انا راه دريه كتبيع الحمار راه ملي كان معاني مع واحد كنلفت وجهي وكان نبكي كيما كنشد بفلوس حتى كيغفر لي الله الذنوب ما كاينش شي وحده كتبغي بحال هكا راسها وما كنطالبش شي واحد يحسن بيا لدرجة مشيت خدمت وجراو عليا عندي سوابق والديا معروفين عائلتي معروفين ولكن كرهوني على هادشي اللي درت اه كن كن العقوبة غلطت بزاف هاد السيد كيهددني هو وبناته كيقول كي لي ما غتوصليش بنتي بنتي عند الماستر بنتي تقدر توصلك فين ما بغات علاش حقاش انا تشديت باقا دريه صغيرة آه؟ ولكن انا والديا مش انا والديا ربوني بالحلال ولكن انا مشيت للحرام ما تبعتش داكشي اللي بغيت با معروف هنا في البلاد ولا شاف هادشي ما غنقولش لكم شنو غيطرى شنو يسرى لي سمعت جوج الاب ديالك والام ديالك باش ترجعي كان... وتصالحي معاهم انا إن المشاهدين كلهم كيقولوا خصك تصالحي مع الام والاب ديالك كنطلب من الناس بابا صعيب بزاف بابا ما بغاش لي هادشي انا كنت الهوايه ديالي في الصغر ديالي عرفتي شنو هي كنت ناطاسيو وكانت ماما كتخدم في مطاح الكبرى ديال المحمديه وكتجمع الفلوس عرفتي شنو هي هوايتي كنت باغا نكون مقدمه ديال السربه ديال الخيل كنموت على العود ديال حجر الواد هي باش وقع كتاب عليا المكتوب وتشديت في الحبس هذا هو المشكل ديالي دي. كنت توجه رساله لاي بنت ما تغلطش الغلط اللي غلطات في فاطمه الزهراء فاطم الزارة ضحية صغيرة كنت صغيرة وزوينة بزاف ها هما تصاور ها هما كلشي وكطاغية بزينة وبصوري صاحب الدنيا غتبقى ليا ديما في الاخر ما بقى ليا والو تعرفت على بزناز ضحى بيا ولا كيدير بيا كلشي وكيهددني كيضربني ضربني بموس هنا هنا ضربني هنا كينوض كيعاني كيقولي لي ما عندكش الوالدين وكان عندك الوالدين ما غيلوحوكش وفعلا والدي ماشي ملاحونيش ما الاب ديالي الحمد لله معروف في البلاد عرفتي علاش تخلى عليا ان عرفت انسان بحال هذا كنطالب من اي بنت تشوف فاطمه الزهراء كتهضر هاد الهضره ما ديرش بحال اللي دارت الحب ماشي بحال هكا قلبي على واحد نجار واحد كيبيع النعناع واحد كيبيع غير ما عندي الميكا وتستريبي ما ديريش بحال اللي دارت فاطمه الزهراء فاطمه الزهراء دابا كتبيع الحامه بالغالي وبالرخيص عمرني انتظرت ندير بحالكم ونشوا راسي حتى واحد ما كيبغي بحال هكا وانا كنطلب من بابا يسمح لي بزاف بابا شوهتك بعد الانترفيو وماما سمحي لي بزاف واختي الصغيره اختي الصغيره بالضبط هي بغيتها تسمح لي بزاف ما كانتش بغاتني ندير بحال هكا وانا درت اختي ما غنسميكش انت كتعرفي العذاب ديالي تخيل ممنوع يدق عليا شي واحد في داري الناس اللي كيخلصوا لي الكرة وكيعيشوني ملي كنبيع لحمي وما كنقدرش نكمل الفلوس كنمشي عند هاد الناس هادو هما اللي كيعطفوا عليا لا تعرضت عليهم انا كان لدرجه كنمشي القهوه كنبرك في اي بلاصه كان دايره بحال وكان شوف ما كندوي مع حتى شي حد حسيت بالحقره وبالظلم ما بغيتش الحقره والظلم الله يرحم لكم الوالدين ما كنطلبش الاحسان كنطلب من اي بنت ما ديرش اللي دارت فاطمه الزهراء انا لو تشوفوا اش تلاح عليا وانتم غتشوفوا اش نتلاح عليا وتا انا ملي تلاح عليا داكشي درت شي حوايج خايبين كنعترف بهم انا انسان كنعترف بالحق ما بالغلط كنطالب منك سيدنا والسي الحموشي والسيد النبوي والناس المسؤولين ديال المحمديات وقفوا معايا الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين كنبقى بنت الشعب وكنبقى جزار فاطمه الزهراء وما عمرني كنت باغا نتشوه ولكن رشوهوني وحطموني لدرجه اليوم راه قسما بالله تا كنت هاد الناس مساكن هما اللي رجعوني للطريق ولكن كنخاف من الله سبحانه وتعالى كنبيع لحمي اه وكنجي وكنعوم وكنتوضا وكنصلي وكنطلب الله ما عندي مندي ما لقيتش اللي وقف معايا وما لقيتش الجاد فوق جاد مني ما عرفتش من بغيت شي حد يوقف معايا الله يرحم ليكم الوالدين كنبقى بنت انا راه ماشي راجل وكنخدم بدراعي هاد السيد <applause> ما شي حد اللي بشي حاجه نخدم في البلاصه تقول انا كديره طابله ديال الليمون عندي صنعة عندي حرف بدراعي الحمد لله ولكن الظروف فهمتي وقلت العقل قلت الماده خرجتني نبيع لحمي بالغالي وبالرخيص باش نكري وباش نعيش قلت كل يوم كنت غنتاحر كل ما لقيت هاد الناس هما اللي وقفوا معايا في سبيل الله وخلاوني نعيط لكم ونعاود لكم باللي كاين اذا كيف تابعتم أنا اعزائنا المشاهدين عطيني اختي مرحبا اذا كيف تابعتوا أنا اعزائنا المشاهدين, المشاهدين متابعي قناه شوف تي في هذه بنت مغربيه شابه مغربيه باقه في مقتبل العمر كتب عليها الله المكتب ودوزات عشر سنين الحبس أه الحبس ماشي هو نهايه العالم أه كطلب من المسؤولين كطلب من المواطنين كطلب من المحسنين انهم يوقفوا معها حاولت ترجع للدار الاباء ديالها الام والاب ديالها رفضوها زوجات اكيد غادي يكون الراجل علاش طلقات منه يكون كيعيا بالحبس ياك عاني بحوايج خايبين ما رضيتش طلقات المره الاولى المره الثانيه تعرفات هو السبب ديالي باش خلاني طلقت راجلي تزوجت باسمه هاد السيد هذا الرجل الراجل الثاني اللي تزوجت به الله يعمر لي الدار ولد الناس حماني وردني مره ونص وطلقني منه وضحك عليا هذا عد... السيد اللي آه. آه... منا اي بنت ما توقعش فهاد الغلط اللي دارت عديت على داك الدري اللي حاليا دابا هو مشدود ردني ونص وانا غلطت في حقه اذا كيف كتسمعوا بأنها زوجات المغلوله ما الثانية يعني زوجات واحد السيد اللي حماها ولكن هذا السيد اللي كيهدد دابا دار ما بالامكان ديالو بانه يطلقها منه وبالفعل وصل للهدف ديالو <applause> اذا كيف تابعتم معنا اعزائنا المشاهدين آه فاطمه الزهر ها قدامكم بنت مغربيه شابه كطلب المساعده اللي يقدر يساعدها اللي يقدر يتعاون معها يتصل بالرقم تقدر ديري الرقم ديالك اختي ولا ديري ولا ولا اتصلوا بشوف تيفي في بك بشوف تي الرقم ديال شوف تي في وتصلوا بك المهم اللي بغى يتصل بهذه السيده غادي نديرو رقم ديال شوف تي في وتصلوا بها رقم ديالك هاك احبال بغيتي تدير الرقم ديالك هاك تقولي دي رقم ديالك على المباشر الرقم ديالي 06 90 94 47 83 في الاخر عاودي 06 90 94 47 ثلاثة وثمانين في الاخر صفر ستة تسعين أربعة وتسعين سبعة وأربعين أربعة وسبعين ثلاثة وثمانين في الاخر إذا كان هذا هو الرقم ديال ديال هاد السيدة هادي اللي اللي كتطلب المساعدة من أي مغربي يقدر يساعدها أي محامي أي رجل حقوقي أي جمعية اللي كتدافع على حقوق المرأة بأنها تحميها من هذا الشخص اللي كيبتزها وكيقول لها يا الجنس يا ترجعي للحبس هي كتشي اللي كيقول لك باغي تبقى معاه تبقى معاك تبقى معاه تبقى كم معاه كما كنت معاه في الاول يدير معاه يدير بك ما بغا بدون عقد بدون بدون اي شيء بدون عقد اه يدير اللي بغيت اذا هذا هو الرقم ديالها اللي بغى يساعدها ان الله لا يل... لا يضيع اجر المحسنين الى هنا ناتي على نهايه هذا الموضوع